منتوجنا من يوم تقدمنا بالمهرجان نفس المنتوج، يعني الا اننا اول كان نجيب الكبيبه الحائليه، السنه هذه ما جبنا الكبيبه والكليج الحائليه بس، ولا المنتوج هو الجريش والقرصان الحائلي والجريش الحائلي والكبسه الحائليه والتمن الحائلي، هذا كله نشتغل به احنا من 7 سنوات الى اليوم. متعلقين بالإبل، يعني هوايتهم، يعني روحهم تحصل بالإبل، يعني وصدق، يعني سبحان الله الإبل، يعني الله مفضله سبحانه وتعالى، يعني عطايا الله. أنا والله عندي هوايات كثيرة، عندي هوايات السدو حق البدو، وعندي الكروشيه الحديث، هوايات أنا أشتغله، يعني أنا مع الثقافة بهذا الشيء، وعندي هواية الطبخ. الطبخ نفس، أنا الحين الطبخ عندي الحمد لله طبخي ما يعلى عليه. أول اهتمامي أنه يكون يطلع بوجه مشرف عشان زبوني يرجع لي، والثانية هذه الأولى، والنقطة الثانية أني أحرص على النظافة، نظافة الماكل والمشرب والمكان اللي أنا يحيط بي عشان زبايني يجون. يعني صح أنه بصحراء، بس يوم تجي كأنك مدينة، كلش متوفر، إن المكوى موجود، المغسلة موجودة، القصاب موجود، البقالات متكاملة، كل شيء موجود، يعني ما كنك بصحراء، بالعكس كنك بمدينة ثانية. أتمنى إن كل يجي يزور مهرجان الملك عبد العزيز ويشوفون المحتوى ويأخذون نظرة يعني عنه وتفهمون، يعني في ناس تسمع عنه بس ما تعرف نماطه كيف، هو نماطه حلو صراحة يعني.